بيسان خانم اجتك رسالة. من مين؟ ما بعرف، وصل شوفير الشركة لهون وقال لي سلمك ياها بإيدك. هات، شكرا لك. ماني زعلان منك ابدا ماما، وبعرف ليش عملتي هيك، مشان هيك ماني زعلان منك وماني عتبان عليكي. انا بتشكرك على كل شي عملتي من شاني. نحن رايحين الليله لا ينشغل بالك، ولا بقى تزعلي علي، انا بحبك كثير. شوفي رح يهربوا الليله من هون. هيك أحسن، الله يسر له. طبعا لما رجع بالمركب حسيته كتير مكركب، قال لي إنه تفتل بالمركب شوي ورجع. بدك تقول باختصار إنه المتهم أخذ المركب ونزل فيه على البحر ليلة الحادثة، ما هيك؟ نعم سيادة القاضي. بعتذر منك. مصطفى حاول يأذيكي؟ لا أبدا. قال لك إنه بيحبك ما؟ مصطفى خطفني لحتى يضايق كريم بس. أنت ليش عم بتفكري هيك؟ قال لك إنه بيحبك ما هيك؟ نور لازم تعرفي إنه أنا بكرهه، هذا كل شيء. الشاهدة هاجر نالجي. يلا قومي. حضرتك هاجر نالجي؟ نعم سيدي. شو هي قرابتك بمصطفى نالجي؟ بيكون زوجي. قلتي إنه زوجك اعترف بقتله للمدعي مراد ناملي بتصريحاتك، هل حكي صحيح؟ نعم اعترف بهالشي. ليك أنا ما رح أوقع بالفخ من جديد. صحيح أنت أنقذتني من حياة الضياع اللي عايشتها كتر خيرك، بس هالمرة ما رح كون عبدة لألك لأنك عملت لي هيك. أكيد في حدا معبيلك براسك، أنت مانك نور اللي أنا بعرفها. ليش أنت شو بتعرف عن نور؟ ها؟ حتى اسمها الحقيقي ما بتعرفه، شو بتعرف عني؟ قلي، شو بتعرف عني غير أنك لميتني من الشارع؟ يلا اطلع من بيتي، يلا، يلا الله معك. طلعتيني إيدك عني. نحن حياتنا مع بعض انتهت. كان يفيق بالليل من الكوابيس، كان ينط من التخت، نفسيته كانت تعبانة كتير. لما كنت أسأله سؤالي عصب ويخانق، لهيك بلشت أنا شك فيه. مشيت ورا، شفته واقف وعم يبكي جنب قبر مراد، ولما سألته شو عم تعمل هون ما تحمل، بلش يعترف لي هو عم يبكي وقال لي ما قصد انه يقتله.